رمضان رمضان. هاي جايز، يو جيرل از باك اجين ان ذا كيتشن. باين في الصيام ولا ما باينش في الصيام؟ راه كيدبو عليكم يقول لكم بيبل ار اكشلي كيوت وايل ذير فاستينغ، بيكوز هكا كنبان انا قبل الفطور وحتى ورا الفطور، زعما رمضان كامل كنبقى نفس الحاله الجسديه. عشي اخوان فغيما من صوتي راه باينه فيا الشحفه والجوع، ودابا كنفكر في شنو غادي نطيب دابا. وام لايك عشي هاد الايام ام لايك كريزي اباوت سويتس، اي دون نو واي. تقريبا هاد العام كامل ام كريزي اباوت سويتس، وهاد كل شهر كتزيد الاوبسيشن تكبر. سو اي وانت تو تراي شي غوسيت، لي شي غوسيت تكون حلوه. و اي بين لوكينج، اي وانت تو دو سم ستاف، ولكن وتفكرت واحد واحد الكيك اللي كتصايبها عندنا ماما ديما، يعني لا غوسيت كامله ماشي شي صعيب، ولكن the way it's made it's kind of complicated. وكتعرفوني انا تبارك الله عليا عز عليا التشالنج، so I was like you know what I'm gonna do it this year is my year this year غادي نديرها so enjoy. I'm starving ونشوف داك الشيء ما عنديش الحق ندير سمي باريون. اول حاجه I will start doing هي الكراميل. بيزارة الكرول غادي يكون التقلوله هنا. الهلب الوحيد اللي عندي دابا هو الكتيب العجيب غريموار نتاع الام ديالي. الكراميل كاس سنيده بلس 3 معالق ماء فوق نار خفيفه بصبح كراميل نكبوه فوق مول مدهون بالزيت. Took me forever to read this line. What the fuck? Do I really want to do this? شكون اللي دابا مخليني انني ما نطفيش الكاميرا ونمشي نتك؟ سكرون. انا عارفه ان هاد الكراميل غطرى فيه شي مصابيح، حيت انا حياتي كامله وانا كنحاول نصايب كراميل وعمرو تطقلي، سوا كنحرقو سوا كنحبس عليه الطير قبل ما يطيب. العار، واش هادشي all it needs ديال الماء؟ شو؟ عرفتي انا راه مولفه كنعمرو كنخليه هنا بحيره، حاول عمرو طاب لي. ما عرفتش واش نبقى نحرك فيه ولا لا، مع الحبس نخليه يبدا يبقبق. علي ايا ولي هاو 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 بدات يصفر. ما عرفتش انا بالنسبه لي راه قهوي صافي. شو هذا مول درت فيه ماما الزيت باسكو انا اي واز بيزي. او ماي جاد او ماي جاد ريحه الحرق، ولكن كنقدم لكم الصخره ديالي اللي انايا اللي مشيت جبت من عند مول الحانوت، حيت انايا دريه كبيره غزاله زوينه مسؤوله على الطبخ ديالي. طبق ديالي في مولينكس نضع جوج بيضتان زائد كاس الا ربع سنيدتان بلس جوج كيسان نيدو وجوج كيسان ماء وواحد فاني يخلط مزيان. I like the fact أن ماما كتكتب بالدارجة، حيت my dumb ass would never understand this. كنت باغا نجرب هذوك لي غوسيت ديال حلوة بدون دقيق بدون زبدة بدون زيت بدون فرن بدون ولكن جاوني تو ايزي يو نو. وما دوك لي غوسيت صراحه كيبانو زوينين ولكن دار تو ايزي، وانا هز عليا تشالنج اف يو نو وات اي مين. كيعجبني نتمحن، كيعجبني نشوف تشوفوني وتقول له ما هاد البنت على حالتها، لماذا تعملين هكذا في نفسك؟ عزيز عليا الادب النفس. دايبيريز I smell diabetes. اخ عشي نيدو 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 لايف لايف. الا ما كنتيش في الصغر كتاكل نيدو بالمعلقه بتخبي على والديك. علاش كنت كندير؟ كنت كنشد معلقه ديال نيدو كنحطها في الها ديالي بحال هكا كتفزق من الجناب، ولكن راه الداخل باقي بودغ. عشي شني في رمضان ما ندعي فيك. That smells so good. Oh my lord. Oh my lord, that smells like diabetes. ولكن it smells so good. حطوها دو كوتي ومشي نصايب العجين. ويلي الوليد don't watch this happen. So جوج بيضات ينخدموا بالباطور. راهي اصلا قالت لي ما ديريش هادي جبتي باطيح. نط وطلعت فوق الكرسي وجبتها وثقيله وضرني كتفي وحطيتها هنايا وقديتها، وانا اخاف من هذا الشيء عباش نتفكر انا ماما اصلا قالت لي ما تستعمليش هذا. اه توقع الباغوت. او 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 وما بغات
مالي ماما مشات ويلي هذا هو adulthood لا ما بغيتوش. Why is this one working؟ ولا خلا زيت. Your girl is lactose intolerant, right؟ وغادي تشرب الحليب باللاكتوز. Cause you know people who are lactose intolerant عمرهم ما كيحترموا الكرش ديالهم. مقا كنس كاس ولكن احتاني عز عليا الحليب وباغي غير مرض غناخذ كاس كامل كاكاوايا. توحشنا الدقيق ولا توحشنا الدقيق؟ نزيد واحد شويه حيت حنا سخيين. هاد السخه ديالي هو اللي غادي يخرج عليا انا شي نهار. Actually it's not mixing really well because I should have used this one. ولكن هو ما بغانيش نيوزيه so. ولا should have used my hands. I can't do that's what she said joke. Oh my god. صراحة ما I do it better with my hands. I think I'm done. تخافوش هاد البواقات اللي فيها غير حيت فيها لي غاز. ملي كنبقى ندير لها بحال هكا كيوليو فيها لي غاز. But we have this which is the second layer, we have this the third layer, and we have this غادي يكون the first layer اللي يكون فوق. The thing is اول حاجة I have to scoop هذا هنا. So let's do it. دابا I have to scoop هادي هنا in a circular way باش حتى انا ما فهمتش كيفاش هادي ما غتخلطش معايا هادي واخا هادي heavier than this ياك وتكنيكمون it won't ولكن it will. I still have no idea. It's been years وماما كديرها لينا و it's been years وانا ما عارفاش تكنيكمون فيزيكمون استرولوجيكمون كيفاش كدير. Also الطريقة باش كطيب it's really effed up حيت ما كطيبش كطيب في الفران ولكن في الماء في الفران. Wait this is like satisfying. خفت ما نديرهاش هي هادي. Wow, that looks so cool. Wait. It's cute. It's smelling so good. ما كرهتش نخشي فيها وجهي وهي ما طايباش. غنزيد الماء. الماء ماشي اوبليجي يكون سخون. Wait. So دابا غادي نديرها في الفران. واش عافية مهيلة واش عافية ما مهيلاش. I have no idea. غنديرها على الله. استقال تبارك الله تحرقات ماشي مشكل اصلا فاش كتكون فيك جوع رمضان كتاكل كلش. I think خصني نديرها في الفران for 45 minutes. اجل انا عادي نخليها ولي مره نطلع عليها ونشوفها واش طابت. طابت تبارك الله ما طاب. وخا تجي طايبه شويه منها وشويه خطر ماشي مشكل ماشي مشكل يعني والله تناكلها. واه سخونه يا بسم الله الحافظ الله. غنقلب غنطيح شوف مشكلة هرست لك التفصيل. بسم الله بار حفظ الله. شوفي بقات لاصقة ليا كل هنايا. انا فطرت رجع شي واحد النفس واحد شويه ولكن as you saw في last clip ما طابتش مزيان هذيك اللعيبه ديال الحليب ما طابتش بقات مهروله. I don't know why normally كانت كاتبه طايبه ولكن ملي حيدتها لقيتها ما طايباش. I mean كنت بحك شوف مره خاصنا الفيلز always ملي كنت راه شي حاجه في الطياب كتطلع زوينه وصو مره كنخيب شي حاجه غير باش تحيد مني العين فهمتي باش ما تشدش فيها ولكن شوفوا ما نحتاج don't worry تبغى نعاود واحد اخر ونقول wait a damn minute شتي هذاك الطرف اللي في الوسط واللي ما كانش طيب حيدته والجناب بقاو زوينين so why would I لوحدم. Here you have it. هذا جوج طروف ولكن here you have it. It's kinda cute. I mean it's so delicious and اصلا كنعرفها. I just wanted to do it myself. ما عرفتش لها استو صافي دغنا فغا وليدي ما نخلي الوالده تصايبها حزان. This is not for me. Thank you guys so much for watching. If you liked video, please give it a big thumbs up and subscribe if you want to see more. عافاكم مرة اللي بنت لكم شي غوسيت ديال شي حاجة you want me to try ولا بغيتوني تشوفوني كنتعذب عليها كس هاد الأيام وليت I'm struggling to find stuff to cook. ولا كانت عندكم دي غوسيت اللي you want me to try DM-يوني ولا صيفطهم ليا في انستغرام غتلقاو اللينك ديال ماي انستغرام في الديسكريبسيون and yeah. Bye.